من أفضل الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل الصلاة على النبي، على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، من أفضل الأعمال وأزكاها عند الله عز وجل. بل لعظم هذا الإنسان سيد ولد آدم يوم القيامة، فإن الله عز وجل جعل الصلاة عليه من أسباب رحمة الله جل وعلا. الله الجليل العظيم القوي العزيز الحكيم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة الله على خلقه ثناؤه عليهم، أي الله عز وجل يثني على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما بالنا نحن لا نصلي عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من أراد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فليكثر من الصلاة عليه. كل الأنبياء يوم القيامة يقولون نفسي نفسي، إلا نبينا يقول أنا لها، يسجد بين يدي ربه عز وجل فيقول الله له ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع، فتبدأ شفاعة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، يبدأ يشفع لأمته. من أحب أن يشفع له يوم القيامة فليقل دوما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من صلى علي صلاة، شوف الفضل الثاني الآن، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، والله لو كانت واحدة لكفت. لو كنا نصلي على النبي ألف مرة فيصلي الله علينا مرة لكان هذا فضل عظيم، لكن أن تصلي على رسول الله مرة فيصلي الله عز وجل عليك بها عشر مرات، أي فضل هذا؟ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وأعظم حسنة صلاة الله عز وجل على خلقه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شوف من حب الصحابة لرسول الله، يريد الرجل أن يطلب من ربه طلبا، حاجيات، دعاء، يرفع يديه يسأل الله عز وجل أن يقضي حوائجه ويفرج همومه. فقال يا رسول الله أجعل لك في صلاتي، يعني في دعائي، الربع؟ قال إن شئت. من منا اليوم إذا دعا الله عشر دقائق، دقيقتين ونصف، هذا هو الربع، يجعلها في الصلاة على النبي؟ من يجعلها؟ لو دعا الله أربع دقائق يجعل دقيقة كاملة في الصلاة على النبي؟ القليل. قال إن شئت. قال أجعل لك من صلاتي الثلث، يعني أكثر. قال إن شئت. قال أجعل لك في صلاتي النصف، نصف الطلب والدعاء صلاة عليك، والبقية أطلب ما أشاء من الدنيا. قال إن شئت. الرجل ماذا قال؟ قال أجعل لك صلاتي كلها، يعني أرفع يدي فقط أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن فعلت هذا الأمر في قلبك أشياء لكنك استعذت بها بالصلاة على النبي، قال إن فعلت تقضى حاجتك ويكفى همك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كلما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حبنا له نصلي عليه. كان الصالحون إذا سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو قيل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواحد منهم إذا كان مضطجعا يقوم فيجلس، يجلس يقول أستحي أن يذكر رسول الله وأنا مضطجع. وكان ابن سيرين رحمه الله، محمد بن سيرين، إذا ذكر النبي عنده خشع، لأنه يذكر من؟ حبيبه صلى الله عليه وسلم. والبخيل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، البخيل
الذي إذا ذكرت عنده فلم يصلي علي. ودعا جبريل على هذا الإنسان، دعا جبريل على هذا الإنسان، قال يا رسول الله شقي من أمتك، شقي من أمتك من إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين. فقال النبي آمين. هذا رجل شقي، إنسان محروم، يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه، بخيل محروم. بل اسمع لهذا الحديث الخطير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خطئ طريق الجنة، خطئ طريق الجنة من نسي أن يصلي عليه، من نسي أن يصلي عليه خطئ طريق الجنة، أي كأنه لا يعرف كيف يدخل جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه إحدى الصيغ التي علمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه في الصلاة عليه، ولعل أقلها في الكمال، أقلها في الكمال أن يقول الإنسان: اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يومه وليلته 10 مرات حلت له الشفاعة يوم القيامة. نعم، نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا، أكثر من أموالنا، أكثر من أولادنا، أكثر من الناس جميعا، ولهذا نصلي عليه. وسخر الله عز وجل ملائكة سياحين في الأرض، وظيفتهم يوصلون السلام إلى رسول الله. الآن والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ميت، من سلم عليه سلاما، لو قلنا السلام عليك يا رسول الله، فإن هذا السلام يصل إليه في قبره، توصله الملائكة، ويرد الله عز وجل إليه الروح صلى الله عليه وسلم، يرد الله عز وجل إليه الروح، ثم يرد النبي السلام على أمته. هذا أحد الشيوخ العلماء الدعاة المعروفين في هذا العصر، أصيب بمرض فاضطر لعملية، العملية بعد يوم يومين ما نجحت، وصار في نزيف في الداخل، فجاءه الأطباء وقد اجتمعوا بعد الفحوصات، كل المستشارين قالوا لابد من عملية أخرى، ما في حل، لابد من عملية أخرى لأن الوضع يتدهور. قال لا بأس، وافق. قال الأطباء جهزوا غرفة العمليات، وخرجوا من عنده وكانت عجوز تقم الغرفة، فقالت لهذا الشيخ عجوز، قالت: صلي على محمد وآل محمد. فقال الشيخ: اللهم صلي على محمد وآل محمد. قبل أن يدخل في غرفة العمليات أعيدت الفحوصات مرة أخرى، فتبين أن الشيخ سليم ليس به بأس. قضاء الحاجات، تفريج الكرب، أحد أسبابها الصلاة على النبي. لله عز وجل ملائكة تصلي على العبد طالما يصلي على النبي، فإن توقف توقفت، فليقل العبد أو ليستكثر. اللهم صل على محمد وآل محمد.